المساواة بين المرأة والرجل بزرع المساواة منذ الطفولة بين الجنسين، بمعرفة الحقوق، الكل يعرف حقوقه عشان نوصل في النهاية إلى المساواة. تتحقق المساواة بين الرجل والمرأة باستيعاب معنى وتعريفات العدل، ونبدأ من مرحلة التعليم العام المدارس. بقولها كل امرأة في الوطن العربي، كوني قوية، كوني مهنية، كوني أم، كوني أنثى، كوني سيدة جميلة ومبدعة بكل مجال. المرأة مو بس نصف المجتمع، المرأة هي الأم والأخت وهي القوة وهي الصبر. تحية لكل امرأة عربية ولكل امرأة في كل العالم بيوم المرأة العالمي. تتحقق مساواة المرأة مع الرجل من خلال إعطاء أبنائها جنسيتها ومن خلال أخذ حقوقها كاملة. علامة المساواة هي البارالال، يعني خطين متوازيين ما بيلتقوا أبداً. بس لما بنحكي عن العلاقة مع الشريك، هول الخطين بيلتقوا وبيمشوا بخط واحد، لأنه لما بصير في خلل هول الخطين بيفترقوا وما بيعودوا بيلتقوا أبداً. أولاً إنها تكون عارفة كافة حقوقها، والأهم إنها تكون مستقلة مادياً لحتى ما يكون عندها دافع في الاعتماد على الرجل في الإنفاق عليها. مساواة المرأة مع الرجل تتحقق من خلال وجود تشريعات قانونية والقدرة على اتخاذ القرار. وباعتقادي ما بتتحقق المساواة غير ما تكون منظومة متكاملة من المجتمع كله، من قيادات سياسية، من قادة مجتمع، من معلمين، ومنظومة الأسرة بالبداية. أنا ببساطة نص الدنيا مش محتاجة نثبت إني وجودي مهم، وقبل ده كله كفاية عليا إني ليا مكان في الجنة عشان أنا أقول